بس ترمم هذه البنايه هذه كامله راه غادي تدور واحد اخر. هادشي هذا ما قالوا لا شرع لا القانون، تصلح وتدورني ليلي او لا انا نصلح وندورك ليلك، ما كايناش شي هذا. فرعونا في الغابه الصدر ديالي ما بقيتش كنقدر نتنفس. فونطولين كنت كنعملو على 15 يوم وليت كنعملو على 4 ايام 5 ايام كيتسالى لي. السلام عليكم. انا واحد من الناس اللي مضرورين هنايا كمثل هاد الناس هادو كاملين. المشكل ديالنا هو بسيط، هو ماشي شي مشكل في الاصل، هو اذا كانوا عملوا الواجب ديالهم هنايا المهني ما كانش غادي يكون مشكل. حنايا ضرينا هنايا بزاف في الغابره، كنهضروا على الغابره، حنا مضرورين بزاف في الغابره هنايا. هضرنا معاهم قلنا لهم يعملوا الواجب ديالهم، هو كان خصهم يعملوا الواجب ديالهم بلا ما نهضروا معاهم في الصراحه. هضرنا معاهم قلنا لهم يعملوا الواجب ديالهم ما بغاوش، ما عرفناش علاش. قدمنا الشكايات ها هما فينا هما للناس اللي هما مسؤولين، الله يجازيهم بخير، عملوا معنا الواجب وجاو لنا هنا الناس مسؤولين تسنى هنا وقالوا لهم وقفوا ما بغاوش يوقفوا. احنا واحد النقطه كانوا خصنا نوضحوها، احنا ماشي ضد الاصلاح، احنا فابورنا الاصلاح، من طنجه حتى نكويره فابورنا الاصلاح، احنا مع الاصلاح. احنا ما كرهناش المغرب كامل اللي تصلح وكامل اللي ترمم وكامل اللي يزيد في الاصلاح، واخا ما نحضروش عليه هنا يحضروا عليه ولادنا وحدين اخرين. دابا الطلب ديالنا هو ميكا وباقي كيزيدوا نطلبوها من دابا، لان هادشي هذا غادي يطول بزاف وحنا مضرورين هنايا بزاف. وتا واحد ما اعتبر بينا، الناس هنا كتخلص الواجبات ديالها، الناس هنا كتمارس هنايا الحقوق ديالها مهنيا، وتا واحد ما شاف فينا هنايا تا واحد. دابا هاد الناس بداو 26 في شهر 12 باش بداو هاد الناس هادو، وحنايا صابرين صبرنا 15 يوم قبل ما يخرجوا لنا هنا لافاساد، ولكن قبل ما يخرجوا لنا هنا لافاساد هضرنا معاهم قلنا لكم الله يجازيكم بخير، مي تخرجوا لافاساد عملوا الواجب ديالكم، حقنا باش ترمم هاد البنايه هادي كامله راه غادي تدور واحد اخر. هادشي هذا ما قالوا لا شرع لا القانون، تصلح وتدورني ليلي او لا انا نصلح وندورك ليلك، ما كايناش هذا. مشينا نقص البلدي قدمنا الشكايه، مشينا عند الدائره الرابعه قدمنا الشكايه، مشينا المقاطعه قدمنا الشكايه، طلعنا المرشد عند بشاوات قدمنا الشكايه، هما مطبوعين وكل شيء. لا كاين تجاوب الله يجازيهم بخير، عملوا الواجب ديالهم. انا لا داعي لذكر الاسماء باش ما يتجعش حتى شي واحد. الناس المسؤولين تما في القصر البلدي هضروا معايا وعملوا اول بارلور وعيطوا للمسؤولين قالوا لهم هذوك الناس اللي تما في موريتانيا قولوا لهم يعملوا الواجب ديالهم، لا حياة لما تنادي. حنا ضرينا خايدين في هذه المشاكل الغبره، حنا عندنا حساسيه بزاف. السيد واحد غدا معنا راه مسيب في الدار، الحساسيه انا عندي الضيقه. سيمانه الصدر ديالي دابا مسدود، العيني ديالي مسدودين، الصدر ديالي انا ما بقيتش كنقدر نهضر، ضري الصدر ديالي ما نقدرش نوقف من الخدمه. دابا هادي شحال من سيمانه هما كيصوبوا. فهمتيني ضريت مره الصدر ديالي ما بقيتش كنقدر نتنفس. فونطولين كنت كنعملو على 15 يوم وليت كنعملو على 4 ايام 5 ايام كيتسالى لي. هذا هو المكان، انا كنطلبو غير الميكا. ميكا يحدو شويش من الغبره، هادشي اللي كاين. بحال قال لك السيد راه ماشي ضد الاصلاح ولا، حنا خصنا بالعكس يتصلح، حنا بدنا مزيان اللي يتصلح هادشي هذا غيكون مزيان واحد مطاع فهمتيني، ولكن فرعونا في الغبره. فهمتيني ما قلنا لهم حتى شي حاجه، غير الميكا يعملوا غير الميكا وحنا بخير وعلى خير. صافي ما قلت حتى شي حاجه. والله العظيم الا شربنا الغبره بعيننا وشربناها بالصدر ديالنا عرفتي، اقسم لك يمينا الا الصدر ديالي كنهضر معاك دابا بالدرع. فهمتي انا عندي الضيقه مهل مهلك. سيمانه دابا تقريبا ولا يومين ثلاث ايام كنشري فونطولين كنسالي في ليله جوج ليلات كيتسالى لي. الرساله ديالنا للسلطات خاصهم يتدخلوا يشوفوا لينا الحل، حنايا مضرين بزاف. اللي ما مرضش بالحساسيه راه مرض، انا راه الدواء ديالي عندي لهيت الحساسيه، ديجا عندي الحساسيه ديال الغبره، دائما كنشد الباب ديالي. حنايا ماشي ضد الاصلاح، وهاد المهادي نقولهم علامه تاريخيه سينما قديمه هنايا، يعني في الصالح اي واحد انها تصلح. حنا ماشي ضد الاصلاح ولكن في اطار القانون، يعني في اطار القانون انهم يعملوا شي حل. راهم في السونتر ديال المدينه ما جاوش على اطراف المدينه، كلشي كيتشكى منهم ما جبرنا حتى شي حل. اذا السلطات خاصهم يتحركوا يشوفوا شنو كاين، وحنايا رانا كنصعدوا. الا ما لقاوش لينا الحل حنا رانا متبعين الاجراءات القانونيه، رانا كنصعدوا معاهم غنوصلوا معاهم حتى المهم. راه كاين السلطه في البلاد دوله المؤسسات، حنا غنشوفوا الحل معاهم، هذا الشيء اللي غنقولوا للسلطات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.